أنا اليوم شاعر. بالمجتمع أكو اختلافات، بس هذه الاختلافات أمر طبيعي، إحنا لا نتحسس من هذا الاختلاف اللي يصير بين الناس. هذه الفئة من الناس تعتقد الصلاح في فلان، هذه الفئة الناس تعتقد الصلاح في فلان، هذه الفئة من الناس تعتقد أن هذا الأمر صح، وهذه الفئة من الناس تعتقد أن هذا الأمر أصح. فأني ليش أجي من خلال المنبر، من خلال القصيدة، من خلال المنبر الحسيني أركز على المساحات المختلفة؟ أكو مساحات مشتركة هسه بيني وبين الآخرين، أكو مساحات مشتركة. مثل إيش؟ مثل طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل حب الإمام الحسين عليه السلام، مثل الحزن على مصاب أهل البيت عليهم السلام، هذا كله مشترك. ليش ما أحكي في هذه النقاط؟ ليش أنا أجي لنقاط صغيرة، مساحات صغيرة مختلفة أجي أركز عليها وأخليها وأعممها وكأنما هي الأمر الأعم والأكبر؟ لذلك السيد المرجع يأمر ويوصي المبلغين والشعراء بتجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين والاختلاف فيهم. أحياناً أنا أشوف ناس مصافين، إخوان اثنين زملاء بيناتهم مصافين، اثنيناتهم متجمعين وجايين للمنبر، جايين للإمام الحسين عليه السلام، جايين يسمعون مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. شنو الداعي إنه أنا أطرح موضوع صار خلافي بيناتهم أو بينهم وبين فئة أخرى؟ شنو الداعي؟ لذلك المنبر يجب أن يوحد، المنبر يجب أن يوحد الناس على قضية مهمة وهي ذكر مصاب أهل البيت عليهم السلام، ولا يكون سببا في ما يثير الفرقة بين الناس. للأسف بعض المنظمات، بعض الجهات، بعض التشكيلات يحاول أن يستثمر كل تجمع للناس حتى يعلن عن مشروعه الشخصي. كل المشاريع حسأك، بعض المشاريع محترمة، شخصيات كلها محترمة، بغض النظر عن الفكرة كانت صحيحة خاطئة، متبنين لفكرة هم موهومين بها، بغض النظر عن هذا الأمر، أنه أنا لما أجي وأستفيد من قضية الإمام الحسين اللي هي عامة لكل الناس ولكل البشرية ولكل الأزمان، وأجي أصغرها على مشروع أنا متبنيه بداخل محافظتي أو داخل بلدي. فسيد المرجع يوصي بتجنب طرح ما يثير الفرقة بين المؤمنين.